لي بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة السمع والطاعة، احنا مسألة السمع والطاعة، الطاعة لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام، هذا أولا وبالذات، ثم بعد ذلك لنائب هذا الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام اللي في هذا الزمان هو مرجع التقليد. لاحظت؟ لكن هذا في أول، هذه أول معاني الطاعة. لمن الطاعة؟ للإمام المعصوم ونائب الإمام المعصوم. من معاني الطاعة أيضا الطاعة لأولياء الأمور اللي هم المقصود فيها، أنا أقصد بولي الأمر هنا ليس الحاكم الجائر، وإنما الولي الخاص اللي هو الأب والجد مثلا، ذول لهم ولاية على الأولاد، الأولاد يجب أن يطيعوا أولياء أمورهم من الأب ومن الجد وما على. لاحظت؟ ليش؟ لهم ولاية خاصة عليهم. فينبغي للمكلف، ينبغي للصبي الولد الغيرة أن يسمع ويطيع إلى أمه وإلى أبيه وإلى جده مثلا لأبيه وغيره من الناس اللي لهم ولاية خاصة. نعم. على المكلف مثلا إن كان كبيرا أو صغيرا. لاحظت؟ يسميها إحنا الولاية الخاصة. وولي الأمر عندنا هو الإمام المعصوم ونائب الإمام المعصوم، وهذا هو المعنى، المعنى العام لمسألة شنو؟ السمع والطاعة. لاحظت؟ أما السمع والطاعة للحكام، للولاة مثلا، ولاة المدن المحافظين مثلا أو غيرها، هذا السمع والطاعة هذا شرعا غير جائز، لأنه هو مو من مصادقه إلا إذا كان الإنسان يضطر إلى ذلك، تقية مثلا، يخاف على نفسه، يخاف على عياله من القتل، من التشريد، من غيره. نعم، يسمع ويطيع لهم، لكن اضطرارا وليس اختيارا. في حالة الاختيار ذن المصادق اللي ذكرت لك إياهن، اللي هو الإمام ونائب الإمام ومن نصبه الإمام والوالدين. زين؟ نعم. وما ينطبق عليهم يعني الذين لهم الولاية الخاصة والولاية العامة، ذول اللي لهم السمع والطاعة.